Geldim. Alep'te Esad'ın askerlerinin halka zulmettiği söyleniyor. Türkiye'de öyle diyor. Öyle mi? Zulmeden kim? Türkiye بيقولوا الجيش أسد بيظلمكم أنتوا بيهد بيكم هذه صح؟ لا لا غلط غلط الجيش السوري أسعفني غلط المخربين طلبوني الجيش السوري أسعفني سوري ورقصوا بيني كرتاردة أسعفني واشتروا لي هاد وأمنوا لي مشروعاتي الله محيي الجيش والله محيي الجيش والله يحمي الجيش يشاطسن شيء جيش سوريا 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 عسكري بيني كرتاردة أردوغان بيني أولدريودو سوريا عفوا أولادنا أردوغان من سنتين كان يجي على سوريا نحن هيك عمل له نحبه لأردوغان إسا وين أنا لحنا حتعب أو سناب أو تنين لحظة بترجمة أردوغان ديو 2 يل önce buraya gelirdi diyor biz de ona diyor sarılırdık onu severdik nerede şimdi Erdoğan niye bunu yapıyor إسا وين أنا نحن أمس كنا عم ناكل نشرب معه هلا صار فوت مصرات بلعوه فوت مصرات مشان حكمه مشان إيش مشان شعب يعمل هيك حرام عليك حرام نحن إسلام نحن إسلام نحن إسلام نذبح بعضنا çağrısı diye saldırıyor. Saldıranlar Müslüman mı? طبعا في سؤال يعني بيقولوا هل بيقتلوا بيحاربوا هناك جيش الحر بيسموهم هن بيقولوا ان احنا مسلمين وجهاد فتحوا جهاد عن جد هدول مسلمين هذا كفر هذا ما الاسلام انت ما الاسلام هذا ما اسلمت özgürlükleri sıkıntıları var mıydı özgürlük sıkıntıları var mıydı كان بحلب من اول مريحين انتم كنتوا كان اي مشكله في حريتكم او في حياتكم كان يعني دوله كانت تاذيكم ممتازة في أمان الساعة الصبح الساعة 5 الصبح الصبح ما حدا يستعنى ما حدا يستعنى طيب لا عايشين بأمان عايشين بأمان لدرجة الحمد لله شوفوا العالم شو عم بيصير بسوريا انخربت تعمر أرواحنا عايشة أولادنا في لا الأرض الدم إذا لم يسال في الأرض ما في حياة وتأكدوا إنه نحن عايشين نضحي وهي اللحمة الوطنية اللي نحن فيها قيادة شعب يعني اللي بيقول في شيء اسمه جيش حر بقول له لا في ارهاب عنا في ارهاب في ارهاب بتآمر خارجي بتمويل خارجي بس نحن عايشين وراح نرجع وراح نرجع وراح نرجع دامي زرار نزرار في من اصحابكم من عائلتكم ناس انقتلوا مع الارهابيين انا ابني عمره 27 سنه من 26 رمضان ماسور عند الارهابيين اسير اسير لليوم